أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاو. والسؤال ديال الحلقة ديال اليوم هو علاش منتخب مغربي ديالنا مسكين دائما كيقرب يوصل حصان في نار وكيطير، وشني هو الحل باش نديو كأس أفريقيا ولا كأس العالم؟ خليكم معنا. هي ديالنا الكورة زعما ما فرجلهمش يا الخاوة، ما عندهمش الدراري مبليه بالشيشة، الدراري كيعجبها تقصار من الآخر. الهضرة الخاوة ديالي إني هضرة نيجان في اللوجيك، هادو فابور ترينادور ترينادور كيشد با 8 مليون في الشهر وواقيلا كيقسم معاهم، هادشي اللي كاين. كرة بعادي لا كرة خاوة ديالي. شنو هو الحل في النظر ديالك باش نديو كأس إفريقيا ولا كأس العالم؟ نديوها في راسنا كاملين بيه وعنديو والله تنديوها الخاوة. يعني باش نديو كأس إفريقيا ولا كأس العالم؟ نديوها في راسنا باش نديوها، علاش حنا كان فهمتيني كنبرقوا بعطيسنا وكذا وكنوصلوا على الهضرة اللي ما خصهاش تتقال كنمشيو نقولوها. المهم حنا بعاد من الآخر الهضرة بعادي لا كور ونديوها في راسنا الله يعزك، هادي خصها تعاود ونديوها في راسنا صافي. الله يعزك. سلام اخاو خودي لي عن سقسك، علاش دائما حنايا المنتخب ديالنا دائما كيطير من كاس افريقيا وكاس العالم؟ ما عندنا شي زهر مر اقول ما عندنا شي لعاب اخاو، ماشي ما عندنا شي زهر لعبه كاملين والو ما عجبك حتى شي واحد. اوكي عندنا بحال حدادي مزيون وكذا، مزيون زعما على وجهه ولا الوينات والعالم الرياضي صافي. عندنا عاود حكيمي مسكين نهار اللي طيحوا له الشوط في الطارديدا صافي اخاو، جوج ديال الناس عندنا زعما وفال لا والو شويه صافي مسكين. ايوا ما كيناغمكش؟ لا ماشي ما كيناغمنيش، هو نهار الطارديدا اللي خصو يلعب ما لعبش فيه هو، فهمتي؟ ما عندناش ملاعبي يا الخاو، فهمت؟ 11 ملاعبي والو ما عجبك حتى شي واحد. شنو نقول لك؟ كيلعبوا في شاولين الخاو، يعني خصهم يتبدل ملاعبيه وكذا. الحل الخاوه كاين وحل واحد هو نسرقوا اخاو ديال نسرقوا كاس افريقيا والله الا هادشي اللي كاين. شكرا بزاف هاد الحلوه اللي كان خصنا الله يرحمك. اجانا خاو حيت اخاو ما يعني ما عندناش ملاعبيه اللي يلعبوا، عندنا ديك الملاعبيه يعني كيدخلوا بحال اللي يلعبوا غير مزوقين، فهمتي كيفاش؟ ماشي شي ملاعبيه اللي كيلعبوا بالجديه. كاين شي نفس مره النفس بحال لاعبين بحال داخلين الحمام اخاو كيدابزوا بديك السطوله تما وسالم، يعني كتشوف شي كوار خصهم يتماركاو بحال داك بن نصيري ديك النهار كاين ديك اللعبه ديال ايدا، فهمتي؟ كان يطيح الخاو وسينا عارف يعني عم بحالنا مع الخاوة يعني ماشي شي ملاعب، فهمتي؟ وكيدخلوا ما فهمناش هادشي. واش اللي هو الحل في النظر ديالك باش يدي منتخب كاس افريقيا ولا كاس العالم؟ الحل اللي كاين اخاو في النظر ديالي انا هو يلعبوا منتخب ديالنا بوحديتهم، يلعبوا مع حتى شي منتخب اخر وشوف واش نديوا هادشي دا تعاملوا معاه. يعني واخا لعبوا بوحديتنا في الشك في الشك الخاوة، حيت هذوك الملاعبين اللي عندنا الله يحسن لها ونسال. الحل في النظر ديالك باش المنتخب يدي كاس افريقيا ولا يدي كاس العالم؟ دابا هو الحل ديالنا تينا كتعرف اجباري، الحل عندنا حل واحد هو ديك عزي وايدو خصنا نخطفوه نخشيوها تحت شي بطانيه ونديو ديك الكاس، هذا هو الحل. ما من غير هضره ما نديوها شي منتخب يعني سرقوه. نسرقوها، ما انا منتخب ضعيف اخاي بزاف. ايه والله العنصريه كتخدم. هو حاجه وحده علاش كنطير، هو بنادم كيخصو يطفي التلفاز هذه اول حاجه ديك تتابعها بزاف وبنادم ما يغنيش كينوض بنادم كيغني صافي كيفشلونا مع الراس وحتى انا هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. كان معكم ايوب جباري امور كاميرا الغزال سفيان العشاب، نتلاقاو فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.